راس رايدك تعط قمه خايسه كانه دد بقره. غبي خلي يطلعون امبوستر على المستحيل. مستحيل والله مستحيل. رايد غبي عاد اذا هو امبوستر بينطرح من اول جيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله، عدنا والعود احمد. يقولون من طول الغيبات جاب الغنائم وجبت لكم غنيمه طيبه. اي والله العظيم لاعب يا جماعة الخير، لاعب مدلعينكم، مسوي لكم عروض مرة حلوة. بسم الله. العرض الأول إيش؟ العرض الأول يا جماعة الخير 5% كاش باك ترجع لك من لاعب، إذا اشتريت منه مستور 100 دولار أو 50 دولار 5% ترجع لك بحسابك عندهم، يعني يديك ترجع تشتري منه ثاني مرة، ترجع لك تقريبا 20 ريال تقدر ترجع تشتري منها من لاعب برضو. وتحسبون خلصنا بس كذا 500 وترجع 20 ريال؟ لا لا لا، شوفوا شو موفريكم. بسم الله يا أخوان. تحسبون لاعب بس استورات وكذا؟ لا 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 لا، شيكوا معي. كيبوردات، بي سيات بانواعها واسعار رخيصه مره، اسعار مره مناسبه. سماعات بانواع، سماعات اذن، سماعات مكبرات صوت، كنترول بانواعها، كراسي جيمنج، تبارك الرحمن كل شيء موفرين لكم. طيب طبعا اكس بوكس موجود، يعني بتدخلون هنا بتحتارون من الاشياء الموجوده. طبعا يا جماعه الخير موجوده شاشات بانواعها، شاشات جيمنج، شاشات تتابع فيها، واسعار رخيصه وعليها خصومات مره ما قصروا. لاعب تحسبون خلصنا يا جماعه الخير؟ لاعب مسوي لكم جيف اواي على بلاي ستيشن 5. طريقه سحب مره سهله، سوي لهم فولو بتويتر، فولو بانستغرام، وتحمل تطبيق لاعب. طبعا تحصل الرابط تحت اللي هو عن طريق الايفون او الجلاكسي. كيف اشترك يا رايد؟ تعال شوف معي الطريقه. عزيزي المشاهد طريقه التسجيل مره سهله. طبعا اول ما تدخل الابلكيشن تروح فوق يمين تضغط عليها، تروح مجتمع اللاعبين هنا وش تفكر فيه، ادخل خش بعينهم، اكتب ابي 20 دولار وانزل تحت واكتب تويتر حقك او اكتب انستغرام وارسل. خلاص مره سهله، خلاص ابي 20 دولار وحط حسابك بتويتر او انستغرام، انتهى. الله يوفقكم، خليكم على المقطع. الله خذ لك ناصر، ياخذ لك يا رب، سر بوستر يا رب. ربي قبل الدعاء، اللهم لك الحمد. بسم الله. بس اني ناسي يا عيال، والله اني ناسي ما ناسي الخبره والاشياء هذه، والله اني ناسي. بعيون ضيقه الساموراي طف النور، طفاه صح؟ طفاه بسرعة. طرف واحد، طرف واحد. السلام عليكم ورحمة الله أيها الأخوة الكرام والسادة الطيبون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أسأل الله تعالى أن يجمعنا على خير دائما. قولوا اللهم اجمعنا بالجنة بإذن الله يا رب. اللهم آمين. أحبتي وأحبابي أريحكم وأختصركم ومبوستر على السريع ومع حجة ثابتة واتهام ثابت. أحسن والموضوع عندكم نقاش أبغاه يرد بعد ما خلص. يا جماعة الخير كلنا نعرف أن ما عندنا مهمة البطاقة، صحيح؟ صحيح صحيح. والمهام أغلبها أسلاك داونلود. الإلكتريك طبعاً، الإلكتريك ما في أي كائن بشري يا جماعة راح يدخل الإلكتريك ويسوي مهمة واحدة ويطلع، لازم تكون عنده أقل شيء مهمتين، يا أما صحيح والزر اللي يرتفع على فوق، يا أما الزر اللي يرتفع على فوق مع الداونلود. يفهم صحيح. في واحد معنا هنا اسمه فقدح، دخل معي الإلكتريك، وقف عند مهمة رفعت الزر لمدة 5 ثواني عشان بس يرفع الزر، بالخمس ثواني اللي هو واقف فيها طفى الكهرب، بعد ما طفى الكهرب تصلح الكهرب. فقدح ما راح كمل سوى مهماته، فقدح بعد ما استغل الكهرب طلع على طول ولا سوى أي مهمة ثانية. فقدح برر. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، قفل عليه صوتوا عليه، قفل عليه. أول ما دخلت لا إله الله، خلني أسلم. أول ما دخلت شفت ما في إلا مهمة واحدة يجيك بالأصفر تحديدها، ما شفت. قل لا إله الله، قل لا إله الله ما شفت إلا واحدة أنا، يمكن شفت الثانية وما انتبهت. ضغطت الزر اللي فوق، جيت بمشي ما مشى لأنه وشو عندي الماوس يتحرك يسار، يدخل يسار، أنا الماوس كيبورد. سبحان الله، ما هو بعذر، ما هو بعذر. زين بعدها طلعت والله حلو. والله اقدر صراحه الماوس ما اقنعني. ما شاء الله شباب، هذه وجهه لاحمد، يتفضل يستاهل والله العظيم يستاهل. كلب سمعتك فندكس، تخليني فندكس في ظلمه العتماء، بطفي النور نمشي هنا الموشن علينا وزهلين ومي العين. خذ هاي ولاك، خذ هاي مني. شاف جدا مش جدا. بسم الله. جزي ايش اللي جزي؟ دقيقه جزي. من اشم المواقف، في واحد صغير
يا جماعة أنا بنلعب معاكم ونساعدكم، مين وين الجثة طيب؟ ما يحتاج أحمد، أحمد ما يحتاج الجثة، يحتاج الريدكس بس لحاله. جثة ماني بجثة ريدكس. ريدكس يدري وين مكانك، جاي من اليسار فوق. شوف شوف شوف، بما إنه إحنا سبعة تمام، وإذا طلعنا واحد بعمل دبل كيل بنخسر. نلعب على المضمون بس أفي عند سكيب سكيب. يا ريدكس يا عيال، يا ريدكس بين عينكم يا عيال. ليه رايد صوت ريدكس؟ ما نختار ناصر رايد؟ لانه ما صوت باقي. وش فيك يا تحريات؟ اسكت اسكت ولا طعتن. يا ويلي اقولك شيء، طلعوا احمد بسم الله يا قاتل بقى احمد. يا ويلك مني يا فشاي، يا ويلك مني، تبي تسكفيني يا بارد الوجه. والله انا شخر النور من الخوف، انا من الخوف شخرته يا عيال. يا ربي يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء وين أماكنكم كلكم إلا صهيب؟ لا تتكلم. إحنا ثلاثة مع بعض. ريدكس، سواي، and S6V on top. باقي أنت و RRK وصهيب. يا سلام. يا سلام. بس 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 بس. طفت الكهرباء. ورحنا أنا وصهيب. بس صهيب ما شغل الكهرباء. أنا الحالي شغلته هو يشهد. صح ولا لا؟ صح. شغلته إلا الكهرباء. يوم طلعت من الكهرباء رحت يمين لقيت جثة زلموشن صغير. ورانا أحمد. ريدكس زي ورانا كان. ريدكس زي ورانا. بسم الله خلاص. ريدكس انت الموضوع. شوفوا 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 الامبوستر. شوفوا الامبوستر المحتال. شوفوا طلع امبوستر ناصر ذكي من زمان. والله انه قاعد من زمان. شوف يا رجال، شوف الامبوستر يا رجال، شوف الامبوستر. قايل لكم قايل لكم قايل لكم ار ار كي تقفيني. لا على خفيف. بطني بطني قسم بالله اني خفت. يا رب يا رب يا رب. الحين مكان ما اقدر اجيه، مكان انا ما اقدر اجيه، يعني شوي شاكين فيه. لكن احمد نفسه مع بعض وشنا بنريقه مع بعض بنضرب تحته. لازم اضف النور. نشف ريقي ورب البيت، نشف ريقي يا عيال. فوق راس رايدك تعطقم خايس كأنه ددب قرا. غبي. خلي يطلعون امبوستر على المستحيل. مستحيل والله مستحيل. رايد غبي عاد، اذا هو مبوستر بينطرح من اول جيم. وين 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 خبت الجثه ركان؟ لا 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 تقول، لا تقول اماكن، لا تقول اماكن، لا تقول مكان الجثه. شباب ركزوا معي، ركان ركان وناصر من اليوم يلحقوني ويلحقوني واركض. قبل قبل الريبورت رايد مسك الكامات، انا كنت بالالكتريك بعدها بشوي مع طفلة الطفل. بسم الله الرحمن الرحيم. ركان على طول هو الهانة معاه من اليوم. معاه انت من اليوم تلاحق ركان. شو اسمه ناصر؟ طيب العيد من اول يا زلمة. يما يما يا ربي منهم. صحيح صلح يلا بخليه يجي معي يمين بطيطه سلطه. أهم. طرح لك يا الهطف. 2011 يا مقلب مقلب بصوت بصوت 2011 يا عيال. انا فقد عمر تحت له فلازم اطيره الحين. همزه ترى همزه ادري ادري. انا ما افهم. طيب اتخسي وتعقب اتهب بوجهك. خلاص سويت اشم ريحة سكين، اشم ريحة سكين بنطق ما اديت. عيال يا اخوان المشرف اول واحد. اوه ماي جاد. ريدكس عطني مكان الجثة وبطلع لك اثنين الامبوستر. وعد عند باب الالكتريك ذيك جنبي في الممر. صهيب الامبوستر. صهيب وركان. صهيب ومين؟ صهيب يا ابني. صهيب مش معكم. معلش 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 معلش. لا مو بركان. صهيب وفقدح. طيب احمد 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 ابو شاي ابو شاي انت ثق فيني. عندي اغنيه اسمح لي غنيها.
غن. اوشن اوشن يا زلمة اوشن رد علي الحين. يلا 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 هلا 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 صحيح يعني صحيح انا اجي مين يا شكلنا صدمنا يا شكلنا ايش دعوه لو طلعتني كان خسرتك كان تبلوكم اقدح ومن بعد الاسود احمد بوستر 100% احمد احمد 100% بوستر بدبلون يلحقوني ناصر يلحقني بياخذ حقه والله ما يغلق والله ما يغلق ناصر صوتي ناصر ناصر يلحقني يا ربي يا ربي يلحقني ناصر يا ربي اللهم يا رب اللهم وفقني زلموش زلموش طلع لا 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 يا غبالكي تاسك ما خلصه خلص صايب يتكلم صوت صايب يتكلم نسكب ليش انا عملت الميتنج هاد عشان اشوف اذا رايد المهام اللي عملها عبى البر ولا لا هالمره عباها ايوه وانا سويت ترى مهام بعد سويت مع مهام ترى شكل رايد يا عيال احس انه رايد والله احس انه رايد يا عيال لاني انا سويت تاسكات بعد ميوت يا سولي يا الحمد لله خلاص ليتس جو تعال معي يا حمار طيب يا اخوان ايش في يا شو اسمك يا رضا تكر ايش بتسوي قاعد رضا تكر اللي ذبح يا من قدام مش ثواني الشغله لا يتكلم دقيقه يا عيال انا اعترف اني انا ذبحت قهر لم تزبطوا معنا يلا شنك تكفى ذبحهم كلهم ام المبصره يا اخي ليش روحوا لاحمد بالشات قولوا رايد يذبحك روح لاحمد قلت ربي يذبحك كلكم روحوا له وينك وينك هذا هو يما 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 لا هذا كان مش العباطه هاي يشهر مكان حبيبي باطه ايش ها طالما انت جثة بعدين ترجع لها ركان ترى معليش خلني اقول لك شيء ركان قبل سنه تقريبا سنه ونص اول ما طحت باللعبه صرت اذبح واضغط فهمت رايد وينك رايد دبر وينك دحين انا بالكافيتيريا بروح يسار بالكافيتيريا اي نعم ايوه شفتك ما شفتك انت ورامي داخلين من الكافيتيريا على ايوه شفتك شفته وانت تذبح ما تذبح يما لا 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 شفتكم الاثنين داخلين للستورج ونزلت الكهرباء بشغلها لقيت اربعه فيها اللي هو جيزي وريدكس ورامي صحيح انت وينك انت وين رحت انا رحت اقصى اليمين لقيت من فوق من الكافيتيريا بعدين رحت اقصى اليمين خلصت الصاروخ هذه بعدين رجعت الكافيتيريا رامي رامي انا موت رايد السبب المنوى بالما بذبح معروفين اثنين رايد و انا كيف ما اذبح انا على طول اذبح انا تربيك ليك تمرك تربيك يا ساتر الامبوستر ثواني يا ساتر يا عيال عندي كلام عندي كلام من الكامات يا عيال ريدكس 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 سمعت قلبي ريدكس ريدكس تكفى ركز معي ركان صح ولا لا تفل علي ثواني وين جت اسف بالله ركان انا اسف بس مرتين عند جثة اي كبيرة اي جثة يا صايب تعت شنكو تعت بودي لا احد يذبح شو اسمه احمد لانه احس انه مات كثير بدايه الجيم رايد رايد بابا لا 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 يا لا يا ربي يا ربي شو اسمه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي 50 دولار اللي يطرح الامبوستر الان تجيك بثك طيب يا اخوان ولا كلمه انا مصوت خلوني اتكلم 100 دولار يدفع المبلغ 100 دولار طلعوني 100 جزي يا جزي صح انت صح انت انا بقول لك انا كنت اسوي الارقام انا استمع يا كملوا حالكم هذول جد بدهم صوتوا علي ولا بتهبل جد يا اخوان انتوا مفطرين فول ولا ايش رامي صوت عراي اذا ما انا صار لي 4 راوندات بصوت عراي لا
لا طيب ارجوك ارجوك خذ $100 ترى مره حلو مفيد $100 تجيب كباي تجيب ورق عنب تجيب حموس تبولي ايوه علي انا لا تطلعون يا عيال ارجوكم يلي بده يتحدى هيدي الحاره من ادى الله اكبر يا عيال يا عيال اقسم بالله يا رامي رامي توقع رامي توقع بسم الله الرحمن الرحيم قرأت الفاتحة بعدين صوتت صهيب 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 اسمع خليني اقول لك شيء صهيب بس بتكلم صهيب صهيب اسمعني صهيب صهيب اسمعني بس بقول لك شيء صهيب ركز معي ركز معي اسال الله ان يوفقك وان يفتح بوجهك ويزوجك الزوجة الصالحة اللي 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 تتمناها طول عمرك الله يوفقك صهيب صهيب هذه انت احنا كبار بالعمر وهذه لعبة تكفى تكفى صوت انا يا صهيب انت ما تدري ايش فيك يا صهيب يا صهيب الله يوفقك يا صهيب طلع رامي طلع رامي صايب انت حكينا اذا طلعتوا الامبوستر اذا طلعتوا الامبوستر اسمع هذه اذا طلعتوا الامبوستر الان بدون ما تطولونها اللي بيطلع الامبوستر له احكي الرقم $200 صايب اعطيك $250 تجيني شيء ادسم تكفى يا صايب صوت على رامي وتروح تساوي سكيب اوكي واضح رجل صايب صوت على رامي صوت الله يستر ترايد ورب المصحف $50 يا مشايع